يبقى الخطأ كان في الجملة زي ما انت قلته كده، كلمة ركوب القاف المفترض انها بالكاف، والقطار قاف وفي ألف مد زائدة. معانا يا يوسف؟ كشكولنا فين يا يوسف؟ ايوه نعم، كشكولنا اجيب سنة. بسرعة. حاضر طيب مس، معلش بس البتاع طلعني فدخلت تاني. طب يلا، انا عايزاكم بقى تفكروا في المثال الثالث زي ما عملنا في المثال الثاني. هنكتب الخطأ وجنبه الصح، الكلمة الخاطئة وجنبها الكلمة الصحيحة. يلا يا يوسف أسرع. هو المثال بيقول يقفض الدفدع الجملة في الثالثة ما فيش الماء. غير غلط واحد بس. لا ركزي ركزي يا ميرنا. اه خلاص عرفت. ها يلا يا يوسف. جبت خلاص. افتح بقى الكاميرا شاطر. احنا عندنا مثال رقم 3 بيقول يقفض. أنا عرفت الأول بس لسه. أيوه طب يلا يا شاطر. أكتبها. اكتب الكلمة الخاطئة واكتب جنبها الصحيح ليها. اللي خلص يامن. خلص. حلو جدا. تمام يا يامن، نزل ايدك. خلاص. وخديجة ايضا. حلو جدا. ويوسف انهيت؟ طلعت الخطأ كله؟ خد بالك هو مش كلمة واحدة بس الخاطئة في الجملة. خلصت. حلو جدا. ومحمد أيضا أنهى. ها يا ميرنا أنهيتي؟ استني يا ميرنا هشوفها. استني بس أنا متأكد إن الكل أنهى. هو ناقص مين؟ يوسف. ها يا يوسف. يوسف مش معانا. طب كله يرفع كده ويوروني كتبتوا ايه. طب يامن في الأخيرة دي فكر فيها تاني. ارفعي يا خديجة، لسه ما شفتش. ارفعي. تمام. بس في كلمة تانية يا محمد. شاطرة يا خديجة. ميرنا أنا مش شايفة أنت رافعة إيه أساسا. الشاشة سودة. طب نختار بقى. يلا يا يامن قول لنا كده أول كلمة خاطئة هنا إيه. افتح الصوت. أول كلمة خاطئة ايه كده بتاعت خمسة. الضبع، هي ضاد. ممتاز. الضفدع بالضاد وليس بالدال. استني منا ثواني كده هشوف اللي مش انت كده كاتباه. خمسة. استني. ثواني. ممتاز احسنت. طيب في كلمة تانية يا خديجة. ها وقال يا مس أول واحدة إيه؟ قال أول واحدة إيه؟ يقفز يا ام ولا أول واحدة تضبع كده، واحدة يقفز. أجل. هو هو يامن قال الضفدع، إن هنا يقفز يبقى مكتوبة يقفز، بالدال. وده المفروض دوري، ده أيوة المفروض دوري. ثواني. يقفز ممكن يقفز. ثواني. أيوة. طب إحنا مش متفقين إن إحنا في قواعد للحصة يا شطار، ومحدش يتكلم في دور حد. بتكلم ميسي يقول لي اتكلم في دوري، ده دوري يعني. خلاص يا أستاذة ما أنا قلت. معلش إحنا متأسفين. يقفز هنا بتنتهي بزاي
وليس ضاء. ايوه انا كنت تقريب. اقول يقفز. والضفدع بالضاد وليس الدال. ايوه ما تقلقيش، في أسئلة كتيرة جدا وهنحلها. ميرنا خلي الكاميرا مفتوحة. يوسف معانا يا يوسف؟ كتبت الخطأ ايوه والصحيح؟ ما شفتش، وريني اللي انت كتبته. ايوه هو دي صح، كلنا بنحل المثال هو دي صح يا الرابع. ميس. وريني يا حبيبي. بس برافو عليك. بس هي في الضفدع، بص احنا المفروض اول حاجة ضاد والتانية دال عادي صحيحة. الدال التانية صح، الدال الاولى هي الخاطئة. ايوه صح، كل يلا ده صح. استنوا، انا لسه مش مركزة في انتوا بتوروني ايه في الرابع. الرابع بيقول ايه؟ احب شكل الازهار في الحديقة. كاتي. نشوف كده ايه اللي خطأ ونكتبه. برافو يا يامن، شاطر يا يامن. نحل بقى رقم 4 يا يامن، ونشوف ايه الكلمة الخاطئة ونكتب جنبها الصحيح. نركز في رقم 4 كويس جدا. الله، انا عرفت، انا عرفت، انا لقيت كل حاجة، ودلوقتي اهو هكتب الصحيح منها. طب حلو جدا، بنطلع الخاطئ. اللي خلص يرفع ايده بس يعرفني ان هو خلص. لحقت يا يمن، ايوه برافو انا خلصت، عليك، احسنت يا يوسف، انا خلصت. حلو جدا. وريني عملت ايه. احسنت يا محمد، ما شاء الله. ها مين تاني؟ ميرنا. ميرنا برافو عليكي، شاطرة يا شاطر يا يامن. ناقص خديجة اللي قفلت الكاميرا. يوسف افتح الكاميرا. خديجة أنا هزعل. يلا يا محمد قول لنا. أنا مش شايف. ثانية، الكلمات اللي تحت الخط. الكلمات اللي تحت الخط. ماشي، برافو عليكي. ارفعي بس شوية، خلاص، ارفعي فوق شوية. الكراسة ولا الموبايل؟ لا اكيد الكراسه. تمام، الازهار. احسنت. طب يلا يا محمد قول لنا كده ايه الكلمات الخاطئه. الأزهار بالزيت مش الموبايل. بالزاي. برافو عليك، وليس الذال. شكرا يا محمد. طيب يا امين، الكلمه الثانيه الخاطئه. حديقة، الكاف غلط، المفروض قاف. ممتاز، الحديقه تكتب بالقاف. ممتاز جدا. طب يلا كلنا مستعدين للمثال الخامس يا ميرنا. انت كلنا نفكر فيه. أتناول تعامي على طاولة الطعام. يلا نطلع الكلمات الخاطئة ونكتب الصحيح. يلا يا يوسف، عايزة أشوف أنت عملت إيه يا شاطر. أنا خلصت يا ميس. حلو جدا. تمام يا محمد. مين تاني؟ عنها ميرنا كمان، ما شاء الله. تمام، استعدي يا ميرنا لما أقولك طلعي خلصت. الخاطئ. أحسنت يا ميرنا. خلصت. لا ميرنا استني، هاتي كده تاني اللي أنت كاتباه. شطورة. تمام، مين تاني قال عنها؟ يوسف. أنا خلصت. حلو جدا، شاطر يا محمد. وريني يا يوسف اللي انت كتبته. معلش ثواني. احسنت. طب وريني يا يامن، شاطر يا يوسف. برافو مس برافو. نعم، اللي تحت الخط برضه. اللي تحت الخط. ماشي، شطورة، حلو جدا. طب يلا يا ميرنا طلعي أول خطأ، قولي الصحيح بتاعه. أول خطأ فقط يا ميرنا. ماشي، طعامي غلط، مكتوبة غلط بالتاء، لكن هي الصح بالطاء. أحسنتي.
يلا يا يوسف، الكلمة الثانية ايوه الخطأ، وتقول لنا الصحيح. التاء خلاص ها، هتبقى طاء، التاء خلاص هتبقى اللي هي طاء. طاولة. أحسنت، برافو عليك، شاطر، برافو عليك، شاطرين شاطرين شاطرين، اللهم بارك. طيب يلا يا شطار، نرجع تاني. احنا عرفنا طبعا ان خديجة عندها عيد ميلاد، وجبنا لها الهدايا واختارت اول هدية، ونشوف بقى مين اشطر نص واحد هياخد هدية تانية. إيه، ماشي. يلا يا يامن، عشان يامن ما يزعلش، يلا كلنا هناخد ان شاء الله. ها، هتختار ايه؟ خد بالك ما تختارش اللي ميرنا خديجة اختارتها. يلا يا يامن سريعا. مرة واحدة يا يامن. حمراء. الحمراء ولا الزرقاء؟ حيرتني. يلا. بس يا يامن، شكرا يا يامن، أشكرك. افتح الصوت واقرأ العنوان. افتح الصوت. مش هوس. انطق واكتب. انطق واكتب في المكان الصحيح. في المكان الصحيح، برافو عليك. هننطق ونكتب في المكان الصحيح. طبعا السؤال ده سهل جدا جدا جدا، كل كلمة كل صورة وتحتها الحرف بتاعها. أنا عايزاكم بس تكتبوا ونشوف كده مين اللي هيكتب كل الكلمات بشكل صحيح في الدفتر. يلا، هما 1 2 3 4 5، 5 كلمات. يلا يا شاطرين. أين أنت يا يامن؟ يوسف، هنا المفروض نعم، اعمل ايه؟ أنا مش فاكر الاسم الابيض ده. ده اللي بنحط فيه ايوه الحاجات المهمة ونبعتها لشخص، مثلا جواب. بنحط الجواب في ايه كنا زمان؟ بس عارفه. ها، نعم، هو المفروض نعمل ايه هنا؟ هنا احنا المفروض ان احنا كل خلصنا صورة، ده. ثواني بس اشرح النشاط ليامن. كل صورة تحتها الحرف بتاعها يا يامن، المفترض ان انت هتكتب ما خلصت يا الكلمة. مس. ماشي خديجة، أشكرك يا خديجة. إحنا ممكن ايه نرفع إيدينا حبايبي، ممكن اللي أنهى بيرفع إيده بس ما يفتحش الصوت، وإحنا قايلين قبل كده قواعد الحصة دي. يا يامن يا حبيبي، كل صورة تحتها الحرف الدال عليها، أنت هتكتب الكلمة كاملة تحتها. المفروض بقى في الكشكول عايزاك تكتب 5 كلمات عن كل صورة. تمام يا ميرنا، بس ثواني عشان انا هركز دلوقتي، بس ثواني لما بس اتاكد ان الكل فاهم النشاط. طيب يا خديجة اشكرك، وانت يا يوسف انهيت. يا مس، هو ايه ده اللي بعد الزرافة؟ اللي قبل الزرافة قصدك؟ ده ظرف، ظرف. حاضر حاضر خلصت خلصت حاضر، شاطرين، برافو عليك. وانا خلصت خلصت اخلي يا كل مس. واحد يقول لي الكلمة، ما تقلقوش. شاطرين، حلو جدا. ها يا يامن، قربت ولا لسه؟ حلو قوي يا يوسف، الرب شاطر يا يوسف، ممتاز، حلو قوي.
وايه اللي بتاعت ايه اللي بعد الكتاب؟ بعد الكتاب مش عارف ده ايه اللي بنشويه او بنسلقه، جميل جدا. لا لا اللي قبلها قصدي. اللي قبله اللي مش عارفه، اللي سريع ممكن يوصلنا وبيمشي على قضبان. احسنت يا محمد، مس خلصت يا مس. شاطر يا ميرنا. ها مش عارف اسمه أنا كمان خلصت يا مس. ده، مش عارفة ده احنا لسه واخدينه في مثال، المثال أنا عارفة الاولاني. اسمه طار. ثواني، ايوه قطار، شكرا. طب يبقى يامن كده حل اول صورة وقال قطار، كلنا كتبنا مش كلمة ممكن اقول قطار. تاني واحدة؟ طبعا مش بنكتبها بالتاء، مش ممكن اقول اول تاني ممكن واحدة؟ نلتزم، ممكن نلتزم بقواعد الحصة وانا اخليكم تقولوا اللي انتم عايزينه. اتفضلي يا خديجة، افتحي الصوت وقولي ثاني واحدة. حاضر، كتاب. كل واحد هياخد. احسنتي، كتاب. يلا يا يامن. آه لا، يامن خلاص قال. يلا يا محمد، سورة الثالثة زورة. ذرة. احسن. يلا يا ميرنا، ميرنا ميرنا انا اخترتك يا ميرنا، افتحي الصوت. زورة. زورة. ظرف. احسن. يلا يا يوسف، أيوة. اخر صورة زرافة. زرافة. ممتاز، حلو جدا، طبعا ممتازين، وطبعا مثال سهل جدا. تعالوا بقى ندي مين الكنترول، اكتر حد ملتزم بقواعد الحصة اللي هياخد الكنترول. يوسف، يلا يا يوسف، معك الكنترول. اخر علب، اخر أيوة. لا، العلبتين اللي في النص ما تختارهمش. اختار اول واحدة كبيرة. عايز تختارها؟ تمام، اتحرك، حرك الدائرة عليها ودوس عليها. لا ثواني ثواني. استنى استنى، دوس عليها مرة واحدة، مرة واحدة. طب حلو جدا، ما تدوسي على حاجة تاني. شكرا. لا استنى بس، خلاص شكرا. طب انا عايزاك بقى تقرأ والكل بيستمع لو سمحتم. اقرأ يا يوسف. تمساح. احسنت، اقرأ تمساح. تمساح. اقرأ ولاحظ الصوت الأول لكل كلمة. تمساح. طفي. طفل، طفل. 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 شق. ممتاز. طفل. شق. شق. لا دي سين، سين مضمومة. سوق. سوق. صور. حلو جدا. صورة. صور. صوف. دورة. صوف. صوف. خد بالك يا يامن، يا يوسف معلش، يا يوسف، تي تمساح، تي طفل. في فرق ما بين التاء والطاء، والسين سو سوق. التانية سو صوف. ها ايوه بعدين، ذهب. ذهب. أحسنت، ذهب. والذال من ذهب. الحروف اللثوية، عارفين ايه هي الحروف اللثوية يا شطار؟ أنا عارف. اه مين اللي بيقول انا عارف؟ يوسف، ايه هي الحروف اللثوية؟ مس الحروف اللي بتطلع فيها السمنة. مس أنا د عارفاها وبعدت. مس دال أنا عارفاها وبعدت الفاء على الشيط. طب على فكرة كل اللي اتكلم بدون إذن أنا زعلانة منه. يامن، ميرنا، خديجة، أشكرك يا محمد على التزامك. اتفضل طب يا مثلا يوسف.
ازاي؟ بس انت لسه بس سألتيني ايه هي حروف انا النسوية. سألت مين عارف ايه هي الحروف اللثوية، بس ما قلتش حد يجاوب بدون اذن. شكرا يا ييم. استنى كده، في نشوف خديجة بعتلنا ايه. طيب شكرا. الحروف اللثوية هي الحروف اللي بنطلع فيها لثنا، وهم 3 حروف. معلش يا يوسف ثواني. وهو أول حرف هو الذال والظاء والثاء، 3 حروف اسمهم حروف اللثوية. أكمل يا يوسف وافتحي الكاميرا يا خديجة. ذهب، زيتون زيتون. أحسن. زيتون ظل ظل ظل. ظل ظل قمر ممتاز. قمر. كلب قمر كلب كلب. كلب. كلب حلو جدا. كلب ممتاز، أحسنت، شاطر يا يوسف. نستعد للإملاء. كشكول. يلا يا شطار. أنا عايزة الكل يركز. يا خديجة، كاميرا يا خديجة، أهم حاجة في الإملاء. أيوة، من بداية السطر. يلا نكتب. يصعب. صعب. افتح الكاميرا. يصعب. يصعب. في ايه يا يامن؟ مش لاقي ورقة؟ يصعب. ها، كل انهى اقول الكلمة اللي بعدها. يصعب. ممتاز يا بس يوسف، انا خلاص هشوف الاملة في الاخر، ما تقلقوش. طيب حلو جدا، كل رفع ايديه. يصعب على بعد يصعب على يصعب على أجل. حرف جر. على. خلاص. على بعض. نعم. نعم. اكتبها. على أجل ولا على بعضي؟ لا، هي بتقول لي على، فانا بقول لها اجل. هنكتب على أجل لا. ولا على بعضي؟ على بعض. ها، مش نكتب بعض يصعب على بعض، وليس يصعب على بعضك، بعض بعضي. يا بعضي ولا بعض. انا ممكن اسالك هي ليه انا قلتها بعضي، ولو ما جاوبتيش تبقى حاجه غريبه جدا. ده يامن لا طب حتى رفع ايده. ها يا يامن، ليه قلناها بعضي؟ عشان ده التشكيل بتاعتها. عشان هي سبقت بايه. شاطر. ماشي، عشان هي سبقت بحرف جر على، وعلى بتجر الكلمة اللي بتيجي بعدها. يعني ايه تجر؟ يعني بيبقى آخرها كسرة. على بعضي. ومعد لطوع. يا مس سأل. على فكرة كتبت الفتحة، كتبت فتحة بدل كسرة. ماشي، صلحيها. بعد بعضي الأطفال. في ايه؟ نعم.
نعم خلاص كده يا مس على خلص بعض الامتحان. ولا على بعض؟ لا ما قلتش بعض، انا قلت على بعضي، بعض الاطفال. اللينك هيفصل ندخل عليه تاني. هنكتب يصعب على بعض الأطفال. اه والله انا هقول الاملة كلها تاني لو سمحتم، محدش يفتح الصوت. يصعب على بعض الأطفال. ميسي دي آخر الجملة دي يعني مفيش إملاء كمان. لا لسه فيه. مامتي برضو تصعب على الأطفال برضو. يصعب على بعض الأطفال. ها يا يوسف أنهيت، وصلت الكلمة